بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحيتي إلى جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. معكم الأخ حزدير المعموري. جيت هذا النهار نشارك مع الإخوان واحد الحالة ديال الأخ بالمير محمد اللي كيسكن في مدينة برشيد، اللي وقعت له واحد الحادثة السير وشت الحالة ديالو ودراتني، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. واش هاد الإنسان هذا خصو يخرج من السبيطار؟ واش خصو يخرج من السبيطار بهذيك الحالة هذيك؟ وهاد السيد مسكين يعني عنده تعفن دابا ديال الرجل ديالو، اتصلنا به وقال لك أودي سبيطار عنده واحد البروغرام، يعني عنده رونديفويات حالة بحالة. واش هاد الحالة غادي تخليها تخرج من السبيطار؟ راه حشومة وعيب وعار. وانا جيت اليوم يعني لاحوا لي الاخوان هاد التصويره ديالو، لاحوا لي الفيديو ديالو اللي ضرني، ويعني هاد السيد هذا حطمنا، طيح مع منا النص مثلو مثل الحاله ديال مروان الساخي. يعني هاد الحالات هادو ما خصهمش يخرجوا من السبيطار. والسيد دابا الرجل ديالو مسكين، راه عندي دابا التصويره، راني غادي نلوحها، ولاني الفيديو راه هذاك الشيء اللي كيضر في الراس، راني شفتو والله الا شفتو نهار الحد صيفطوه ليا الاخوان، والله الا مرت، والله الا مرت الا قلت ما نشوفوش، ولاني قلت نشوف هذه الحاله هذه ودخلت شتها ولاني مرت. ودابا ما بغيتش نلوحو للاخوان، ما بغيتش نلوح داك الفيديو، ما بغيتش نلوحو للاخوان على قبل فيديو يضر في القلب. يعني ديك الحاله حاله يورث لها. واش انسان بحال هذا غتخليه يخرج من السبيطار مسكين؟ الا كانت هذا الرجل مكتب عليها تقطع تقطع وداوي وعادي يخرج عند وليداته، ما تخليوش هكا كديك الحالة يشوفوا فيها ولاده ومراته وعائلته والناس. أنا يا هاد السيد يسكن في برشيد وأنا نسكن في وجدة، وصلني الفيديو والله إلا ضرني في خاطري. والمهم أنا كنوجه هاد النداء لجميع المحسنين وجميع الإخوان داخل أرض المغرب وخارج أرض المغرب، وجميع الجمعيات يتضامنوا مع هاد السيد اللي هو النمرة ديالو 06 52 56 58 71، اللي كيسكن بمدينة برشيد. والله يشافيه، والله يحد الباس، والله يشافي جميع مرضى المسلمين والمسلمات. وتحياتي لجميع الإخوان داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. وكان نوجه التحية إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده والأسرة العلوية الشريفة، وتحية لجميع الأحرار ديال هاد البلاد هادي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.